بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض محاضرات الـ Process Synthesis and Modeling. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض Example 2.6 في Chapter 2. Example بيلخص حاجات كتيرة من اللي احنا درسناه. الـ Example إن شاء الله اللي هنحله النهاردة هو Example 2.6. الـ Example بيقول إن احنا عايزين ننتج 50,000 طن في السنة من Dimethyl Ether. دايميثايل ايثر بينتج من الميثانول عن طريق الرياكشن ده، الديهيدريشن رياكشن ده. والفيد عندنا عباره عن ميكسد فيد، عباره عن 88 مول بيرسنت ميثانول، 11 مول بيرسنت ايثانول، 1% ميه. ده الميكسد الكحول فيد. والايثانول اللي موجود اللي هو ال 11% ده بيتفاعل ويديني داي ايثايل ايثر، منتج له قيمه كويسه ويعني كويس فيه من الناحيه الاقتصاديه. وفي برضو سايد رياكشن تاني، الايثانول بيتحول الى ايثايلين، ده القيمه الاقتصاديه بتاعته ضعيف. وبيقول لي شويه معلومات مفيده. اول حاجه بيقول لي ان الرياكشنز ار مايلدلي اكزوثيرميك، ما هياش اكزوثيرميك بشكل كبير بحيث ان انا احتاج مثلا انتر كولينج في الرياكتور. الاوردر بتاع الديكريزنج فولاتيليتي من المور فولاتايل للليس فولاتايل كالاتي: ايثايلين، دايميثايل ايثر، داي ايثايل ايثر، ميثانول، ايثانول، ميه. وبيقول لي ان في ازيوتروبس بتحصل ما بين الدايميثايل ايثر والميه، الدايميثايل ايثر والايثانول، الداي ايثايل ايثر والايثانول، والداي ايثايل ايثر والميه، وطبعا المشهور قوي الايثانول والميه. مديني برضو الاسعار، سعر بالدولار لكل كيلو جرام. الميكسد فيد اللي هو 88% ميثانول و11% ايثانول و1% ميه، طبعا باي مول يعني. السعر بتاعه 0.75 دولار. البيور ميثانول 0.672، البيور ايثانول 1.138، الديثايل ايثر 1.841، الداي ايثايل ايثر 1.75، والايثايلين 1.488. اول سؤال بساله نفسي زي ما اتعلمنا مع بعض، هشتغل باتش ولا كونتينيوس؟ طبعا بالكميه الكبيره اللي هو مديها لنا اللي هي 50,000 طن في السنه، الكميه دي كميه كبيره، وبالتالي دايما هفكر ان انا اشتغل كونتينيوس. طيب عايزين نبص على البرايسنج والبروفيت. تعال نشوف الاول رياكشن الاولاني المهم قوي اللي هو الميثانول اللي بيتحول الى دايميثايل ايثر. تعال نشوف الرياكشن. لو وزننا المعادله هلاقي ان 2 مول من الميثانول محتاجهم عشان اعمل 1 مول من الدايميثايل ايثر، يعني 2 مول او كيلو مول وتيفر، يعني هيديني 1 كيلو مول. طيب هو انا محتاج اصلا قايل لي ان انا محتاج انتج قد ايه؟ محتاج انتج 50,000 طن، يعني 50 مليون كيلو جرام. هقسم ال 50 مليون كيلو جرام دولت على 46 اللي هم النيوكلويد بتاع الدي ام اي، اهو دي النيوكلويدز كلها اهي، دايميثايل ايثر 46، هقسم 50 مليون على 46 هيديني 1.087 في 10 اس 6 كيلو مول بير يير. يبقى انا محتاج هنا 2 في 1.087 يعني 2.174 في 10 اس 6 كيلو مول للسنه. خلاص هضرب الرقم ده في المولكيولر ويت بتاع الميثانول اللي هو 32، هيديني 69 مليون و565 الف. ده كميه الميثانول اللي انا محتاجها عشان انتج 60 مليون كيلوغرام في السنه. طيب تعال نشوف الرياكشن الثاني اللي هو الايثانول اللي بيتحول الى داي ايثايل ايثر. برضو عندي 2 كيلو مول هيدونا 1 كيلو مول. طيب انا دلوقتي عارف ان انا الفيد بتاعي عباره عن ميكسد الكحول في 88% ميثانول و11% ايثانول. فانا دلوقتي عارف الميثانول اللي هو 2.174 في 10 6 ده الميثانول، اضربه في 11 على 88، 11 اللي هي نسبه الايثانول و88 نسبه الميثانول، يبقى 2.174 في 11 على 88 يديني 0.271 في 10 اس 6 كيلو مول في السنه. ده اللي انا هيبقى افيلابل عندي من الايثانول الاسوشيتد مع الميثانول اللي في الميكس الكحول.
ده هيديني النص بالظبط، 2 بيدوا 1 يبقى ال 0.271 هيدي 0.136 في 10 اس 6 كيلو مول السنه. اضرب اقفل النيوكلير ويتس، الايثانول 46 والداي ايثايل ايثر 74، يبقى هنا هيديني 12 مليون و500 الف كيلو جرام في السنه، وهنا 10 مليون و54 الف كيلو جرام في السنه. في رياكشن تاني بيحصل اللي هو الايثانول بيتحول الى ايثايلين، وده عباره عن 1 كيلو مول بيديني 1 كيلو مول، وبالتالي ال 2.17 في 11 على 88 اللي هو الايثانول هيديني نفس الكميه 0.271 هتديني 0.271، يعني لو ضربت في المولكيولار ويتس هيبقى هنا 12 مليون و500 زي ما رفعت طبعا، وهنا 7 مليون و610 الف. بس السؤال، طيب هو الايثانول هيتفاعل عشان يدي داي ايثايل ايثر زي السلايد اللي فات، ولا هيتفاعل عشان يدي الايثايلين؟ الحقيقه ده اللي هيحدده السلكتيفيتي في الرياكشن. هل انا الايثانول ده 90% منه هيروح يديني داي ايثايل ايثر، ولا 50% ولا ايه؟ وانا بحسب البروفيت هعمل ورست كيس سيناريو وبيست كيس سيناريو. الورست كيس سيناريو ان الايثانول كله هيتحول لايثايلين اللي هو الحاجه اللي سعرها قليل قوي، والبيست كيس سيناريو ان الايثانول يتحول الى كله الى داي ايثايل ايثر. تمام، فانا هنا ايه يعني الايثانول انا مش عارف قد ايه هيتحول لده وقد ايه هيتحول لده. اوكي، طيب عايزين نجيب تكلفه الرو ماتيريالز. احنا عارفين ان الرو ماتيريالز هم الميثانول والايثانول والاسوشيتد ميه اللي معاهم اللي هي كامبيوريتي. يعني الميثانول والايثانول دول جبنا كميتهم من السلايدز اللي فاتت، والميه عباره عن 1% طبعا مول بيرسنت، فالحسابات هتجيب كميه الميه. اجمع الميثانول والايثانول والميه هيديني الكميه كلها من الميكسد الكحول، اضربها في السعر بير كيلو جرام 0.75 دولار لكل كيلو جرام، هيديني تكلفه الرو ماتيريالز في السنه اللي هي 61 مليون 882 الف 262 دولار. طيب تعال نشوف سعر البيع. هنشوف البيست كيس سيناريو. ايه البيست كيس سيناريو؟ ان انا كل الايثانول بيتحول الى داي ايثايل ايثر، خلاص، فانا عندي داي ميثايل ايثر وعندي داي ايثايل ايثر ومفيش اي ايثايلين، يبقى انا كده ذا بيست كيس، كان السلكتيفيتي 100% للتحويل الايثانول الى داي ايثايل ايثر. خلاص، كميات هنا 50 مليون كيلو جرام، هنا 10 مليون و54 الف، الاسعار 0.841 1.75، ادي الاسعار مجموعهم 59 مليون 644 الف. طيب الورست كيس سيناريو هي ان كل الايثانول اتحول ايثايلين، خلاص، فطبعا ده مش هيتاثر، ده ميثايل ايثر ككميه وكسعر وكده مش هيتاثر، لا هيتاثر بس ايه ان انا كان ما عنديش خالص داي ايثايل ايثر وبداله كله ايثايلين، ادي كميته، ده سعره 1.488، ده الكوست بتاع كل الكميه، يبقى التوتال 53 مليون 373. عشان نشوف البروفيت او اللوس ببساطه جدا بنطرح السيل برايس بتاع البرودكت ناقص الكوست برايس بتاع الرو ماتيريالز، وعندنا تو كيسز. البيست كيس سيناريو اللي هو في الايثانول كله بيتحول الى داي ايثايل ايثر، والورست كيس سيناريو اللي الايثانول بيتحول كله فيه الى ايثايلين. ليه؟ لان البيست كيس الداي ايثايل ايثر اغلى كتير من الايثايلين. فمن السلايدز اللي فاتت هنلاقي ان البرايس بتاع البرودكتس هنا 59 مليون وشويه ناقص 61 مليون وشويه، ده هيدينا لوس ماينس 2 مليون وشويه. الورست كيس سيناريو هيبقى ايفن وورس، 53 مليون وشويه ده اللي احنا بعنا بيه ناقص الكوست طبعا هو هنا 61 مليون وشويه، يبقى ماينس 8 مليون وشويه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان البروجكت بالشكل ده سواء في البيست كيس او في الورست كيس خسران، وبيخسر قوي في لما الايثانول يتحول الى ايثايل. طيب ايه العمل؟ العمل ان انا افكر ازاي اماكسمايز البرودكشن بتاع الداي ايثايل ايثر بحيث ان انا احول اللوس ده الى بروفيت. طبعا ابعد خالص عن البرودكشن بتاع الايثايلين، يعني افكر في سيلكتيفيتي للداي ايثايل ايثر تبقى از ماتش از بوسيبل،
وبالاضافه ان انا احاول ازود البرودكشن بتاع الداي ايثايل ايثر بحيث ان انا احول ده الى بروفيت. ازاي بقى؟ هنشوف الكلام ده في السلايد الجاي. لو انا قدرت اشتري بيور ايثانول واضيفه للرياكشن بتاعي بحيث ازود انتاج الداي ايثايل ايثر، هنتج داي ايثايل ايثر بكميه كبيره او بكميه اكبر اب تو 15 مليون كيلو جرام في السنه. ليه اب تو 15 مش اكتر او مش اقل او كده؟ لان هو قال لي في راس المساله اللي شفنا في التكست بوك ان السوق ان الماركت يقدر يستوعب 15 مليون كيلو جرام في السنه، ده السوق ممكن يستوعبه. فانا ممكن انتج داي ايثايل ايثر اب تو 15 مليون، وبالتالي هكسب جدا في هذا الجزء وهعادل الخساره وازيد عنها ويبقى المصنع بتاعي بيكسب. يا ريت تعملوا الاكسرسايز ده وهنشوف بسهوله جدا ان المصنع بتاعي هيتحول الى بروفيت بعد ما كان لوس. بس عايز اقول ملاحظه ان في الكتاب هنلاقي يمكن غلطه ان الموليكولر ويت مكتوب بتاع الميثانول ان هو 30 بدل 32، فدي عملت غلطه في الحسابات فطلعت البيست كيس سيناريو ان هو بروفيت، بس هو لا هو لوس. فخدوا بالكم بس من التكست بوك. من الحاجات المهمه واللي اتعلمناها مع بعض اللي هو الكونسبت دياجرام. فلو عايزين نرسم الكونسبت دياجرام للبروسيس اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هيبقى عندنا داخل من الشمال الرو ماتيريالز الميثانول والايثانول والامبيوريتي معاه اللي هي الميه، وعلى اليمين هيطلع البرودكتس طبعا المور فولاتايل فوق والليس فولاتايل تحت، ايثايلين داي ميثايل ايثر داي ايثايل ايثر ميثانول ايثانول ميه. وجوه الرياكشنز اللي بتحصل عندنا ثلاثة رياكشنز اللي هو الميثانول للداي ميثايل ايثر والايثانول للداي ايثايل ايثر والايثانول للايثايلين. في كام نقطة كده مهمة عايزين نأكد عليهم. الايثايلين از فار ليس بروفيتبل، سعره اقل بكتير، وبالتالي فانا محتاج وانا بصمم البروسيس اخد بالي من السلكتيفيتي. هحاول ماكسمايز السلكتيفيتي بتاع الداي ايثايل ايثر بحيث تبقى از ماكسيمم از بوسيبل، واقلل انتاج الايثايلين بحيث يبقى از مينيمم از بوسيبل. كنا قلنا قبل كده وبناكد برضو ان احنا محتاجين نشتري بيور ايثانول عشان يتحول الى داي ايثايل ايثر عشان البروفيتابيليتي تبقى كويسه واحول البروجكت بتاعي من لوس الى بروفيت. الكميه بتاعه الداي ايثايل ايثر اللي انا هنتجها لازم برضو تبقى محسوبه بحيث ان انا ما تعداش الكميه اللي الماركت ممكن يقبلها. يعني هو كان قال لي ان هو الماركت يقدر ياخد اب تو 15 مليون كيلو جرام في السنه، وبالتالي انا ما اقدرش ازود عن هذه الكميه عشان مش هعرف ابيعها او اعملها ماركتنج. الفيد في ميه، وبالتالي اللي هي 1% ميه، هل افصلها او ما افصلهاش؟ دي نقطه محتاجه ان احنا نفكر فيها اكوردنج للرولز اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في السيبريشن قبل كده. طيب تعالوا نرسم مع بعض البلوك فلو دايجرامز. عندنا كذا الترناتيف في البروسيس. تعالوا نبتدي بالالترناتيف الاولاني. ايه الالترناتيف الاولاني؟ ان انا عندي الميكسد الكحول ومعاه الايثانول الزياده اللي قلنا عليه، هيخشوا على الرياكتور، ولكن قبل ما يخشوا على الرياكتور هعمل لهم الستيب بتاعه الفيد بريبريشن زي ما كنا قلنا قبل كده لو تفتكروا. الرياكتور ده هتحدث فيه كل رياكشنز اللي هو من الميثانول للدايميثايل والايثانول للدايثايل والايثانول للايثايلين، تمام؟ ويطلع يحصل سيبريشن هنا اهو عن طريق ديستيليشن كولمز، وقبل السيبريشن زي برضو ما كنا عارفين بعمل بريبريشن قبل السيبريشن، تمام؟ هفصل الايثايلين والدايميثايل ايثر والدايثايل ايثر والميه. الميه هتروح على الويست ووتر تريتمنت بلانت، ودي منتجات تبعها، والان رياكتد ميثانول وايثانول هيرجعوا في الريسايكل هنا. طبعا السيبريشن ده احنا ده بلوك فلو دايجرام فيري سيمبل، لازم هاخد بالي من الازيتروبس، وبالتالي ممكن عشان اكسر الازيتروب ده احتاج الى اديشنال كولمز، فده مجرد رسمه مبسطه مبدئيه.
طيب ايه الالترناتيف التاني؟ الالترناتيف التاني ان انا هعمل هنا سيباريشن بحيث يبقى عندي ميثانول وايثانول. اوكي؟ ده الفيد داخل ميكسد الكحول ومع ايثانول، وعندي هنا سيباريتور يديني الميثانول والايثانول. الميثانول يخش يتفاعل في الميثانول رياكتور وقبليه طبعا بريباريشن، ويطلع على السيباريشن وقبليه برضه البريباريشن بتاعه، والميثانول اللي ما اتفاعلش هيرجع تاني هنا في الريسايكل، وهنا هفصل الايه الدايميثايل ايثر والميثانول والميه. الدايميثايل ايثر ده البرودكت بتاعي، والميثانول هيرجع ريسايكل، والميه هتروح على الويست ووتر تريتمنت بلان. نفس القصه بالظبط، هنا الايثانول هيخش على الايثانول رياكتور وقبليه البريباريشن، ويحصل هنا سيباريشن وقبليه البريباريشن بتاع السيباريشن، والايثانول هيرجع كريسايكل اهو. ده الترين بتاع السيباريشن. هفصل ايثايلين، ده اكتر فولاتيليتي. بعد كده الداي ايثايل ايثر، بعد كده عندي الايثانول اهو طالع اهو وراجع كريسايكل وينزل هنا الماء. طبعا برضو ده من غير ازيتروبس، هيبقى عندي ازيتروبس هتزود عدد الايه الكاربس. هو ايه ميزه السكيم ده او الالترناتيف ده عن الالترناتيف التاني؟ ان انا هنا الرياكشنز اقدر الرياكتورز اقدر اعملها اوبتمايزيشن. بقى عندي رياكتور هيشتغل بس للميثانول ورياكتور هيشتغل بس للايثانول، وبالتالي اقدر اظبط الكونديشنز بتاعته بحيث اماكسمايز السلكتيفيتي بتاعت الرياكشن هنا والسلكتيفيتي، وهنا عندي رياكشن واحد بس اللي بيحصل، فايه فهقدر اظبط الرياكشن بشكل يديني يعني برودكتس بشكل افضل من ناحيه السلكتيفيتي. الالترناتيف الثالث ان انا اشتغل شويه انتج ميثانول وشويه انتج ايثانول. ازاي؟ ادي الميكسد فيد يخش على سيباريتور، تمام؟ في اول مرحله هخزن الايثانول وهشتغل بالميثانول، يبقى عندي ميثانول يحصل الميثانول لدايميثايل ايثر، هنا طبعا قبليه بريباريشن وبعديه بريباريشن للسيباريشن، هفصل دايميثايل ايثر وميه هتروح للويست ووتر تريتمنت واطلع الايه الميثانول كريسايكل. اوكي؟ يبقى انا هشتغل في الاول شويه بنتج بس دايميثايل ايثر وبستخدم بس ميثانول، والايثانول رايح للايه؟ للستورج. خلاص انتجت الكميه اللي انا عايزها، هوقف واشتغل بانتاج الايثانول كالاتي. هروح في المرحله الثانيه هفصل برضو ايثانول وميثانول، الميثانول هو المره دي اللي هيروح للستورج، والايثانول هيخش على الرياكتور قبليه طبعا بريبريشن وبعديه السيباريشن وقبليه بريبريشن، وبعد كده هفصل ايثايلين ده ايثايل ايثر والميه، وارجع تاني الايه الايثانول كريسايكل زي ما احنا شايفين، تمام؟ فده نقدر نقول عليه يعني سيمي كونتينيوس او سيمي باتش، يعني هشتغل شويه ميثانول وبعدين هشتغل شويه ايثانول. تالت ستيب في الستيبس اللي دوجلاس كان بيقول عليها اللي هو الريسايكل ستراكشر، وده شفناه في الالترناتيفز اللي احنا اتكلمنا عنها، وشفنا لما كان عندي ميكسد الكحول رجعت الميكسد الكحول الاثنين مع بعض على الان رياكت طبعا رجعته للفيد، ولما كان عندي ميثانول وايثانول كل واحد لوحده وكل واحد رجع في كبيور كومباوند. ستيب 4 و5 اللي هم الجنرال ستراكشر اوف سيبريشن سيستم والهيت اكسشينجر نتورك، دول بيوند السكوب بتاعنا في شابتر 2، وان شاء الله يجي وقتهم في شابترز متقدمه ان شاء الله.